وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ هنعمل النهارده بقى بطه بالمرطه. المرطه دي بقى بصل جبته قطعته قطع، وعندي كمون وفلفل وملح وشويه قرف وشويه زبيب، نقعتهم في ميه عشان التذكره بتاعتها، وجبت القنصه والكبده سلقتها وقطعتها، هنحشي بهم البطه. بسم الله الرحمن الرحيم. نغير بقى نغير كده، هنعمل بقى الايه بطه بطريقه تانيه اهي جميله، هي بتبقى طعمها جميل. جربيها بقى تعمليها طعمها جميل. بصوا انتوا طيبين بقى ورمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب الخلطه دي كلها مع بعضها اهيت. عندي بقى حله وحطيت فيها ميه تغلي، فهرتها بقى اللي هي الشرب اللي هصب فيها البطة تتسلق. شوفها بقى زرايا، واحدة لومي، شوية فلفل وشوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تتكلم كلها مع بعضها، وبعدها حاجة جميلة نجيب البطة اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايله من قلبها من جوه، جبتها الاول غسلتها قوي كويس ونضفتها، اغسليها كويس قوي بملح ودقيق وليمون، ونقعتها في شويه ميه وملح وقشر الليمون وليمونه متقطعه كده، وعصرت عليها ليمون ونضفتها قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الحشوه دي بقى في قلبها من جوه. راح ربط بقى الميه، يبقى جميل. تتبيله ريحتها جميل. بس كده هجيب خلة بقى اهيت اقفلها بيها، او ممكن تخيطيها لريحك بقى، ممكن تخيطيها وممكن تقفلها بخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجلدة عندك الخلطة ديت اللي هي العيدان ديت تخيطيها. أنا قلت بالهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مشبوكة خيطناها. الخلطة اللي فيها دي بقى بتبقى جميلة، بتديها طعم جميل. بس كده خلاص، وصقتها بقى في الشوربة، تكون الشوربة مع المية اللي احنا حطيناها.
تطلعها ميه في حله تغلي. بس كده دي بقى احطها في الحله، حله الميه اهي تغلي. حطيت لها ايه؟ لومي وجزر وطماطمايه وبصلايه، وتبلت الشوربه يعني تبلت الشوربه وملح وفلفل بس وخلاص كده. وتعالي عليها بقى تسيبها لما تغلي توطي عشان تستوي معاك وتبقى جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ملح، هعمل بقى شويه رز بسمتي فلفل الالوان. حط بصل عادي مقطع قطع، البصل مقطع كده، ومعلقه كبيره زبده او سمنه موجود، ومعلقه كبيره زيت. عندي بقى فلفل الوان، ما عنديش فلفل الوان حط جزر. شوية ملح وشوية فلفل، شوية فلفل ومعلقة صغيرة مبريك بتدينا اللون الجميل. عفوا كركم، الواحد بيغلط. غلطت يعني مش مشكلة، بس الحاجات مكونات مهبلة. عفوا معلش بقى يا حبيبي. وحطيت الفلفل الألوان، فلفل أحمر وفلفل أصفر أهو، عندك أخضر حمص. هياخدوا معايا التشويحة بس كده، هكون غاسلة الرز كوبايتين رز غسلتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو غسلتهم اهو، نضفتهم كويس اهو. بس كده معانا عايزه تعملي ازيد بقى عشان اعرف اعملي ازيد. بس الرز ده بيبقى طعمه جميل. حطيت بصلاية متقطعة ومعلقة صغيرة كركم وشوية فلفل، رشة فلفل والملح طبعا، ونص معلقة صغيرة ملح والفلفل الألوان. عايزة تضيفي جزر، وعندي الرز ده كوبايتين رز هنزل بهم على الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بقى كلها تشرب من الخلطة.
عليها الشوربه. كوبايتين الرز، كوبايه بتاخد كوبايتين، كوبايتين ياخدوا 4 كوبايات، يعني الرز البسمتي بياخد قد الرز البلدي مرتين، كوبايه بتاخد 2، كوبايه رز بتاخد 2 ميه او شوربه. بس كده بقى هحطهم الشوربه. حط بقى الشوربه اهي، شوربه البط. بس اغطي له بقى، اغطي له يغلي. البطايه بتغلي، تحط على بصي تحط ظهرها كده يبقى فوق، تستوى معاك من السدر بتاعها في الارض. بس كده الرز اهوت، صرت كل حاجه هات وطيبها وسيبه اهوت على النار لما يستوي معايا. الرز استوى بعد معايا اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. نحط البطاية، بسم الله الرحمن الرحيم، هنطلعها من هنا، هسيب البطاية بالجزر. نحط بقى التقديم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، افضلوا بقى بهذا الشكل. يا متنسوش بقى تعملوا لايك وشير.